بسم الله الرحمن الرحيم خوش قبران خوش تي في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هر جاي كين لمن صلاة خدولة من جارة قدي جل خلاك قديش برنامج دجال القرآن إيش خدت خازين في خلاك جيب جه خير ومفاي خدت على جيانا مهمية بيخد دجال القرآن حتى مش في الدنيا يبارتين خوش قبران رزدار إكسر دتشين تناف بابات خداوك وهر دي سوا أمهجل خلاصية بيجي نقطة سيك وأف محور عن أف تورد ما قلت يوم دي بحث لكن ما ده تواريت هالبجارتين يا ايكي ما بحث كير واجبي ما برام بار قرآن ويا دوي جدي سوا ما قلت فضل قرآن لسر إنسانية همية وقت ما قلت فضل قرآن انا بحث فضائل القرآن يعني كفضل قرآن چند نا فضل قرآن لسر ما كقرآن چه كرم تقل إنسانية همية كلا وخالك چه فايدة جديتا اف خالك جي يعني او خالك جي نقطة دوي ما چند خالك جي قوتن أمل نقطة سيدة كو هاوكيشين قرآن معادلات قرآنية يعني قوانين يعني سنان أفيد نجهور أم جاشت بين في آياته وما هندك جيمابي أكر خد حاسك في آياته وتقال تشند آياتك دي أكر أم بشين خدش شيون دان ما دفي خلاكي دا دي معادلات قرآنية بدمهيك إن شاء الله أكر بدمهيك نوت يعني خلاكي دي وما بشين نيف خلاكي دي إن شاء الله دي بحسكين بس إن شاء الله عنديش موتي دي بدمهيك إنين كو اوجي هاو كيشان قران هاو كيشات شي يعني دو طرف اگر او تشتد خودي گوتين ما وجات شي وكي ما گوتين جلا معادله يعني عكس نجي ام دي باشي بيجين كوچوا يعني اگر توي طرف اوي خودي كو كيري خما ما كيري واجب ما ام بجه بينين او طرف خودي وعد بيداي صاد صاد جهاتي اما واوفوا بعهدي اوفي بعهدكم او خلكت بوري ما چند آیات اک اینانو ام دی اف آیات اف آیات خلقا بوری ما تمام نکری دیش ویلی یعنی امال ویلی راوستا بین والذین جاهدو فینا اه او یعنی خطوستین بو خودی وجا جاهدو وکی ما گوتی گل این نوعی جهادی تاین بس ما کرد کر بین سه نقطا دا خطرم جاوید خواه بومت وستین خواه ماندید کرد خواه تعبینم شفر رجت خواه دیهنین ایک بو خودی خطوستین لنه دیانه سبولنا يعني دي خد تعالى ريكا البرفكة دي خد تعالى جهينة خوا دي جهينة بحشت خوا دي ريكة بحشت بو سهل كت حتى دمائكي جهاد ما قلتي ما تسي خوالا دا كم كربين ايك شوان ما قلتي جهاد النفس والهوى والشيطان افا ايكم ان اول نوع جهادية و اعظم جهادة جي چوا ايك دي بيجا چوا افا مازنترين جهادة نا والله اوه مازن ترین جهاده بو چی و چوا اف جهاد دی خوش کبرات رزدار گلک جارات بد مثلا فرض و کفایه نه فرض و العینه همه هر بو هر کسی کی نه بس جهاد و نفس و الهوا که اوه مروف دیو گیولی خوانه چه دیو هوای نفس نه اما نفس تشتی تب چه چی چنکی نفس طبیعت و چیه این نفس لأمارتون بسو اماره یعنی گلک فرمان مروفی همه بخرابیت کت حکم مروف يعني اكيد بيجن لغاوه كي ندت سيرفي نفسي ده همي چتا بيجن ده همي چتا كجي اكيد مروي بي چه ببت وجا جهاد النفس شاميه ماستره بو چي چنكي يا اي كي تو همي وقتا دا لحظه لحظه تو هوجي في جهادي لحظه لحظه او فرض سر همي وكي على كل مسلم ومسلمه وفي كل زمان ومكان لو ما مظن ترين جهاده تشتاقي ديجي خوش كبرات عزيز جبليكو جهاد النفس شهمية ما زنترا و ايكام نوع جهادية و جبلي ما قوتي كو اف جهاد النفسة تو بشي خواه كو نفس امري مروي بخرابية تدكو مروي بشي نفسة خواه الهمي وقت الزمان جي تو هاو جايي يا دي نقطة شهمية جرنتر بوفي نفسي يعني تو لحظة كي جي غافل ببي او جهادة يعني دي دي ديش دجمن دي تشكينه دي شين في نفسي يعني جهاد النفس والهوى والشيطان الشيطان الجن ويت انس هردوكا يتجن ويت انس ان تجاهد نفسك على طاعة الله تخاب وسطيني ان تو مجاهده بكي لسر طاعة خده تو بردوان بسر عبادات خده لسر خواندنا قرآن لسر ذكري لسر نواج سبيده لسر همين نواج سر روجي جرتني السر يعني طاعة عبادة خده دي سواء أن تجاهد نفسك عن المعاصي تو بشي بشي نفسا خواه يعني زحمت بيت فيت يلا زحمت بيت فيت وقت تو مثلا تشوفي خوش حرامي بجري نظرة حرام يا
يعني فعلا جهد بدفيد اف جهاد عادية وكو عمده بحثي وكي نقطة سي جهاد القتال يا ايكي اوسر همي كسانا فرزة يا دوجه همي وقتا نينة بس جهاد نفس ما همي وقتا لحظة لحظة خده لحظة لحظة مرفها جاي في جهاد جهاد نفسي لو اف اعظم جهاد تشتاكي ديش همي مهمتر بو جهاد النفس اف ايا جهاد النفس همي قوة ما قد يالقلمة همي قوة يالقلمة هما تو لحظة كي جي غافل بيه يعني دي مروفي توش كد دي مروفي توشي خلات يابا جهاد النفس شهمي جهادا ما زنتلاش هر دو نوعي دي دي سوا يعني جهاد بيدر كوا كي ما قد تشوف خوش حرامي بگيري جهاد بيدر تو قهداريا تشتي خلات ناكي راستي فعلا جهاد ويد زحمت ويد لازم مروف يعني نفسه خواب بشكين بتعبين حتى بشت خلاتي نكد دي سوا مروف جهاد بدت حتى مروف بشت غيبت نكد مروف نميمت نكد بحث خلقي نكد فعلا يعني نفس راستي وكيد بجن معركة ايكيه اوه نشت سيطري سر نفسا خواب كد لو ما اوه جلا گرنگه اوه نشت سيطري سر نفسا خواب كد نشت جهاد نفسه خوده ما وز بتا سندت خوم تو نشت جهاد دي جي بكي نه ما نلوید تو بشه نفسی حکا تشیه جهاد نفسی ان تو جاهد یعنی مجاهدت نفس اکید بیشن جهاد نفس تو نشه جهاد دیجی بکی اف نوعی دی جهاده چنکی وکی ما گوتید همین لحظه دا و همین زمان و همین مکانه دا تو محتاجی و جهاده بجا جهاد خوش معنای یعنی بذل الجهد تو جهد خواد طاقات خواد تو صرف بکی شوخت خواش مال خواش علم خواه او چطور خود دایتا تو صرف بکت رکا خود دا تو یعنی بشه نفسا خواه سر طاعت را گره بشه گناه نکه بشه نوعی دی جهاد یا وکو هم بیشنیم مجاهدت نفس فی کلی شی مثلا جهاد العلم علم جی یعنی فعلا قوات بدوید یعنی ویتو تان که وکید بجن تحلاتی ها ورگرتن ها علمی افجی نوعی که جهاد یه يعني وكما قلت مجاهدة النفس في كل شيء دي سبب نقطة دي جهاد أبا جهاد العصاة والمنافقين أباجي اتزفرت بوكيش كيش نوع الجهاد أبا جميع جهاد دعوي وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خد فعلا يعني روج بروج مروفت منكر في منكرات بلبتين وحستين بلبتين إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة او جالك الزحف بين أبيت حسكن هما بأخلاقي وحسكن حاشا فاحشة يعني جهد يعني خرابية وحسكن زيادة بمن أو مرويتها حسكن إذا تجي جهاد بك جهاد دعوة أمر بمعروف إنه هي منكري قرآن جهاد بك وجاهدهم به جهادا كبيرا ما زنترين جهاد جي أوتو يعني كلمة حقيقة جي برانبر سلطة ظالم في قوي يعني سيداك من قلبي قلتي افضل جهاد انا اعظم جهاد قلتي قلتي عند ملك يعني قلت الدف بي نا في قلت ناوشة تنوكي الدف هما اف وسائل اعلامي هما يلدفوانا هر وقت تلدفوان نا نا بوسائل اعلامي بريقا فيسبوك وانستغراما جهاد بيكا بجهيني الظلمات كنو يلبر جوفتوانا تبينين ناوشة از بچم دف او وقت پیغمبر وقت صلاة وصربن او بحثين اف وسائل نبين نا نا خود في قلت تبوان وكيد بيجن أبا كو وسائل تراجعها عندنا سوشيالي وقت تو تشتا كي باش بلافت كي أبا جهادا تو بيجي ظالمي تو ظالمي أبا جهادا أو بيجت نا عند ملك يعني في تو الدفو أبكي هذا كان كي جام دفو كا نا ما زل فيريد فيسبوك خدا بيجم أود بينت بيجم تو ظلمت كي بيجم بعالم إيش ديار كم كو أف كسي هذا ظالم أيهود كي تهود بيجتا أبا جهشت ويب جهشت وي خلكه بباوريجي بهاي وأعظم جهادا جهاد العصاة والمنافقين هذا جل جل مهم وجاهدهم به جهادا كبيرا وكما قلت أبغى شيء إكس مازنترين نوعه جهاد كنت أمري معروف بك ونهيش منكر بك وكيف يا غنبري صلى الله عليه وسلم كل إكس نوع جهاد الدعوي خيركم من تعلم القرآن وعلمه نبز ده هاي فضا أب أفجازي أب أم بو جل جبوا مزجفت مد بيجين حاشا مزجفت الدوري مزجفت يعني وكيف ديراي لا دي كنيسة هما بس نفيجة ودركبة عبادته ودركبة وكي مجاري قلت وزدي في جاري دوباره كم مزقف برلمان بصرمان انا بصرمان دي تيدا همي تشتا بيجن تشتب قرآن و فلا تدعو مع الله احدا دي قرآن بيجن دي حلقة علمي بيجن دي فقه بيجن دي اصول بيجن دي تفسير بيجن دي تجويد بيجن نعم دو هيفا دا هيفا كده
تو بمن هندک بچی که مزگفت فول که بس سر فیسبوک دی علاساس ام جی یه خدانیش مزگفتت کین و یه خدانیش قطابیت کین باشه وجه هر باشه چنه بچه که باشه که اف طلبت خلاص بی نکبن کلانا بس خدا و نباشه نه یعنی نه بس قصدامن نه کافیه هما تو بجه وقتی مدرسه و بین طلبه سی ساعت و چاره مدرسه ما پشتی اینگه هر بلا بین مزگفت هر دی زیرک بین بو خواه دایی بابت خواه جایده بو مدرسه جی زیرک بین نه بس دو حیوه دا که بس بو خلکی دیار کن علاساس با ام جی هندکش خواهد بجن خلافت بجن مجی مزگفتت وکرین بلا همی مزگفت وکرین که کارمندت اوید که بشین تحمل بکن سال بسال نه بس دو حیوه دا آن حیوه نیوه دا راستی و گله گله خلطه اوه بس بو هنده که تو دیارت که علاساس امجی خدا نین نه خدا و نه خدا نیه و جاهید و بردوام و جاهید هم بیهی جهاد کبیرا یعنی لازم بردوامت اف خولید اوه نکفت بین هنده مزگفتا پشتی سوشیال هنده که دوری خواه اینایه شنی که هنده مزگفت بین هنده ایش نه همی و او کارمنده جی هن نینن نه ما تو بجه بس اوه مدوین اوه تدوین هن تراتن آکن بردوام جی نابن و جاهید هم بیهی جهاد کبیرا جهاد که دیه های بجنه جهاد القتال اوه فرض و کفایه و همی وقتا جنینه بس اوه برینو که ما گودی همی وقتا و لحظه لحظه مروف محتاجه بله خوش کبران خوش تبیم ده چین معادله که دی والذین جاهدو فینا لنهدیم نهم سبولنا انشاءالله با کورتی یک مجی گود هیویتین انشاءالله گهشت بد معادله دی اوه یا و من یعشو عن ذکر الرحمنی اوه جی اکش معادله نه قانون نه یسانه بخود تالا بجد هر کسی پشتا خواب دد ذکر من اکش نوید قرآن ذکره اینا نحن نزلنا الذکره و اینا له لحافظون بجد اوه پشتا خواد دن قرآن و قرآن بچی گرنگیه پی ندن و نبینش همی چی گرنگ تره بجد اگر تا پشتا خواد آه بجد نقید له شیطانا فهو له قرین ده شیطان که لی مصالات کرد شیطان ده شولی خواه و اکی گرکه که هیویدی ده دستی ده چاوه ده بخواه ولی کرد ذکر اگر طبعا قرآن و ذکر نه حوال مروفی بد و من یعشو عن ذکر الرحمن اگر تو پشتا خواب ده به قرآن و ذکر خوده طاعت خوده یعنی ذکر نه حوال تبد قرآن نه حوال تبد ده کی بن ده کی تا مصالب ده کی تا کن بن ده کی بن حوال تا شیطان نقید له شیطانا فهو له قرین قرین بجا قرین جی چی اما همی گوه دیلتا وگی فرمود اگر پیغمبر اسلام سلام بجا شیطان همی گوه دیلتا بس اگر تو ذکرید که چت خود وشیدت روید جبر ذکری جبر قرآنه جبر طاعت و عبادت خوده بجا اگر قرآن و ذکر نه حوالتا بجا شیطان یعنی ده حوالتا بجا تو حش قرآن نکه ده شیطان حشتا که تو ده یعنی معادله یا فا و من یعشو عن ذکر الرحمنی نقید له شیطانا فهو له قرین وکی عربی بجن الانسان بین الهام الملک و وسوسة الشيطان همي انسان يتنظر الهام ملائكته كده وسوسه شيطانه كده هكر خواني زيكي خده كر هكر خوا يعني بقرآن بذكري بجد دي ملائكت الهام وكي وكي نوع اكش نوع اطاحية كي بيغمبر صلى الله عليه وسلم قلت دي دي كسي يعني دي برشرين كي طاعت وعبادات دي تشتد باش اني سر ازماني تشتد باش دي اني سر خيالاوي فكراوي اوه هکه تو نیزی که خوده بی و ذکر خوده بردام بکی اما اگر توش خوده دیر بی و ایده ابتعد عن الله یبادر الشیطان لوسوسه یعنی لوسوسه له آن لوسوسه له بجا شیطان همه ده برازیکانه ده ده مسابقه کن که خواب گهین تو وسوسه بوتا چکنو تلدیف خواه ببر یعنی که چوا فکر تو کفه هندک یعنی تو چند کفه وکی بیزن تاریاتی و گناه داشت کفت تاری دا قرآن آن هم بجن ذکر و کی حبل النجات ها دیتا خلاص کرد دیتا رزگار کرد در گه نجات یا ذکر قرآن تو بکوید بحرا گناه دا حبل النجات هر قرآن و هر ذکر و جواد چه سر مستوی مروفی بچه سر مستوی مجتمعی و ملت همی ها بد حکم خواب قرآنی و گر خدا هم دی سرفرازی جین خدا که ما پشتا خدای خدا دی سرشوری جین و دی همی چطور ما دی جبریک چند معادله که دی یا هی وکی خود تعالی فاما من تاب و آمن و عمل صالحا فعسى ان یکون من المفلحین هکه تو توبه بکی و تو ایمان بینه و تو عمل صالح بکی وان هر سی پیک هاتا فاما من تاب و آمن و عمل صالحا تف هر سی پیک هاتا بجه اینا نف معادله خود تعالی صدر صدر فعسى ان یکون من المفلحین تو دش مروید
مفلح بيابتكو إفلاحت بينن. يعني معادلة واتقوا الله لعلكم تفلحون، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. أما همي ريكت إفلاحنا، همي معادلة إفلاحنا، تو توبة بك، تو إيمان بك، تو عمل صالح بك، ديش إفلاح بك، ديش مفلحين بك، دي إفلاح بك. واتقوا الله تتقوا خده بك لعلكم تفلحون، وافعلوا الخير خير بك، ما هل خيرك أهبت لعلكم تفلحون، تو دي إفلاح بك. ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، فري إليه الوسيلة يعني طاعة خده، يعني عبادة خده، يعني ورجتنا علمي، يعني عمل صالح. أبدت بريتت شيء، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. دي خد تعالى إفلاحي برزقي تبكيت دي سبا أعتقد دي خد تعالى وأنتم الأعلون، يعني هين يستركفتنا بس هكر هين إن كنتم مؤمنين. هذا شرطة، هذا معادلة، هكر فعلا هين خدان إيمان بر، هذا همي ريكن ومعادلة إفلاحنا. بس مش بينا كن هنده معادلتين عكسي بيجي شاب عكسي بي مخصوصا خد تعالى خطيت بيجت بونمونا إنه لا يفلح الظالمون، تو الظلمين كتو يفلحنا بيني، هذا جي معادلة نفسي بي جبارو فاجوية. إنه لا يفلح الكافرون، مروا كافر يا ظالم إفلاح نابين، إفلاح يعني تنجحت همي تشتادا بيني الدنيا داجت همي تشتادا وتقابري دا والقيامة تجي إفلاح أفايا. أما نجاح نا نجاح تسركفتني بس بيافة كده جانبة كده بيني، بس إفلاح همي جوانبة دا معادلة. يعني تفيت أف بيك هاتتكو ما قوتين تو بيك بيني الدف مروفي هابت أف تشتلني مروفي هابت حتى خدت على جي معادلة دي نتيجة بيفا بيني. بله خوش كورة رزدار أم دي تشين إن شاء الله معادلة كودي يا جلا جلا جرنك وبرستي أفا أف معادلة كو إن شاء الله دو دي سي دي تماين كو تيرا ما هي همي مشكلة وقريشن ما بصرمانا سر مستوى فردي تاكي وخزانه ومجتمعي ودولة همية. والله والله يدفي معادلة دا، والله يدفي معادلة دا. أم جلا جرا ما ندي تات قرآن دا همية أبي القرآن تخوين الزانن هر اللي بجرها نينا خد تعالى قلت يا أيها الذين أسلموا نا يا أيها الذين آمنوا تشكي إيمان يعني بلنترش أسلموا. قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا، خد تعالى إيماننا ولكن قولوا أسلمنا. أما ناف بصرمان جنسي دا بصرمان، أما ما تعطي ناف بصرمان دا أما ديباب ما بصرمان أوكو وكي دام نظن بوشي أم بصرماني أم تشبكين وشناكين خد تشمد فيت وقت خد تعالى أيها الذين آمنوا مثلا يا أيها الناس هندك تشتت آمن قشتينا وهمية بس يا أيها الذين آمنوا خطابة خاصة أفهم مروفت خاصة مروفت خدينا جام ديت شو بيجين أف معادلة ما قو حلا همي آريشانة آريشة تا كتشت آريشة وكو شخص تا چه آريشة هي وكو خيزان وكو وكي ما قوتي وكي وكي مجتمع وكي ملت وكو دولة. والله أف معادلة أف هر دو كتا دوسي إن شاء الله دبدو ماي كنين ودي خلق أفريكا يا معادلة هاو كشت قرآن إن شاء الله دبدو ماي كنين چين باشي نقطة چاري أفتكو ما خلق الدس بي كتا بحث كده ده نقطة بين دي چين يا چاري أف معادلة كيشكن ما قوتي قاعدك يا ساك يتعلم المنطق دا هاي بلا غدا منطق دا بيجد إن الصفة تقيد أن تقيد الصفة تقيد يعني أو صفة خديت بيجد إيج بو إيك تدرجة كبلندت كيف تقول دي فانا بي حتى خديت على ويتش تيب دتة بونمونا الجال ما ساكن دسبيكا سورة المؤمنون ما ناخد على قد أفلح المؤمنون يا إيك نقول قد أفلح المسلمون نعم عام يعني همي مؤمن همي مسلما بس مسلم همي نا مؤمنا هم دي دوباره كين مؤمن همي مسلما همي يد اسلام دا دايره اسلام دا بس مسلم همي نا مؤمنا چونك صح كوانا الصفه تقيد يعني هر درجه كي تو بيش يعني بلند بي او خد تعالى بحث وانت او خد تعالى ني كلمه او كارتينت هكي قبا او يعني اون اف صفته تهبت اون تا اف صفته هبت يون اف صفته تهبت نا خدت شد بيجت كاس حكين دس بيكا سورة المؤمنون بيجا 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 دس حكينة شد بيجت ذاك سورة المؤمنون صفحة كاس نخل بم سيصادو تشلو دوما صفحة جنيفي سي بي اكاد دس حكية قد افلح المؤمنون ايه دي افلاحي بنفس صدش صدي وقتي قد بيشيا فعلا
معظمين صد الصد يعني. قد نجح الصد الصد بس قد ينجح هندي نتائج نهمي بس قد أفلح المؤمنون صد الصد إفلاح دي من كيش مؤمنين هم أهمي بجانب خدا مؤمنين منا بس خدا تعالى دم بيش قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون بجانب أنا بتعمل شي تفسير يتشكي راستي هكا ما بس أنا في بيجين دح خلاك أتيرانا كا الذين هم في صلاتهم خاشعون كيشكن بجانب أنا بس أنا بدي استفادة بيجين قد أفلح المؤمنون إيك الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وأحدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون يعني شاش حفت صفتات بجد هر صفتك شديد بتبلنتر لتكات يعني صفت قي صفت مروفي يعني تغيير كت بيش بيشة كيمت كت كيمت كت كاتشوف قام يجيم أم هندا إنسانين أم بصرمان حفت نظام كان مليارين بس هكذا بصرمان يدرس بين أو أنا بدك خدت في أفيد مؤمن بصرمان قالك بس مؤمن كيم ترن أفيد مثقف كيم ترن أفيد مروفيد خدت كيم ترن هو صار كيم 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 حتى يعني يوم بيجين تشتكي كيمت مينت هذا خدت علاج نفسي بصفاتي هو صار يعني هر صفاتك هنديتو صفاتك الزيادة بك هر كيمت بد هنديت صفاتك الزيادة بك هر كيمت بد أبي يعني أن الصفة أن الصفة قيد أن الصفة قيد صفات هيدي بتشيكت كده دائرة بتشيكت كده أم همي بصرمان أم جلاكين بس هكتب كم مؤمن كم تلتين ومؤمن ملتزم هيش كم تلتين مؤمن كو مثلا دعوة ربنا هيش كم تلتين هو صار كم تلتين الذين في صلاتهم خاشعون الذين عن اللغو معرضون الذين للزكاة فاعلون خدانا فان صفاتها كم تلتين كمش نيكا خدت على بجد معادلة بجد بويتش هيا أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون دي خدت على فردوس دي أفا جاري كورت بلا بس صورة المؤمنون وان صفاتها ومعنية وانا أم يعني راستي ما نبتهم تشي ناف دا تشكي دا وقت ما بجد أفا جاري إيك أفا حلا همي مشكلة لا يادي نفسي بي ترى ما قفت أف صفاتها لنجمة هبت حتى أم خد أم ببين خداني في أف معاف ودي أبدأ اسمها بكيف النتيجة أولئك هم الوارثون أفا خدت على وعد داي بس أفا صفات أو خمامنا وكان حقا علينا نصر المؤمنين نتيجاش خدها بس افتشتدي خمامية يعني ما قدي دو طرفا أفضيها في الصورة قلم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوع إذا مسه الخير منوعا هل وكي خد طالب كي قوزن دي وعطاب استفادك نباش إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا جزع يعني عكس الصبرية نصبر كيش بطبطيها هما تشتاكي بسالي نساخية خدنا كمرنا تشتاكي خسارات بيدي كفرية كتعاشا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين أو تنبي خطار جي مصلين أبد نبيشكر بس كيش نبيشكر همي قال نبيشكر بس هندك صفتها أن الصفة قيد دي كورتك ساكي الذين هم إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون أفاجي طبعاً كما نظام كما مهم آية تهجي إلا المصلين الذين على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم الذين يصدقون بيوم الدين والذين من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون حتى دمهيك أفاجي أو مصلي كيش كنا بتخدان خوفان صفاته هرا عينا أو صورة تجي لو برا يشمع بنصدو شستونها بنصدو شستونها أو صفاتها أو صفاتها مصليانا كاتو شواناني أنا أزتو شواناني أنا شنيكا دي بحشت نتيجة بيفت أولئك في جنات مكرمون أف نتيجة بيفت فيتام خدان خوفي معادلة بين معادلة كو دي كو يا دموهيك دي دموهيك دين آياتا سوبين جو صورة الأحزاب كو ما قوتي حلا همي مشكلات يت أف معادلة مبلز جيكو بس دب دموهيك بينين هاو كيشن نب دموهيك بينين إن شاء الله نب دموهيك تين شنو دموهيك نوين بس ما نبيت أم جالك خلقار سر باخي بين إن شاء الله خلقا بيت دي دست نقطة چاري ويا جديد كين لاپرا 422 آیات 35 سورة الأحزاب اواجی
ام نمز درجة اول بین چونکه خود تعالی درجه ما گوتی ان صفت قیدون همه که پس تو یا اولی به او معادله بجهنایت چونکه وکی ما گوتی نگوتا او بونمونه او آیتا چد بجد بجد امید فیب دمائی کیند این المسلمین والمسلمات او درجه جاره تو بسرمان بی بس درجه دی سر کرد نما مسلم و مسلمات خلاص والمؤمنین والمؤمنات نگوتا او هکه گو با او امدا بجه ما کش که شما با باشه صفت اگه جوانی افمه هی نه وطاوه همی هبن این المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والحافظین لفروجهم والحافظات والذاکرین الله كثيرا والذاکرات اعد الله والقانتين والقانتات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما يعني تقريبا امشين بجين ده صفات بجد ده صفاتها ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أفونا همية في تبل دفتها من حتى شنيك أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما تشكي ما قلت خد نقوت أو إن المسلمين والمسلمات أو المؤمنين والمؤمنات أو القانتين نا و يعني أفا درجنا أفا يعني هندي درجة كتو السر كبه وفترة هكذا أفا تهابن شنيك أمرو دي مؤمن درزمتو أو تشتي خد تعالى بما بي وعدي أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما أشني كاف خلاطة دبو مهابة وشا قالك جرا أم فيد بيشنو كي سيد قطب رحمة خديلة بت شهيد القرآن وكي تين بر إعدام دي إعدام كان كسا كبت أم لا نفيد أم صفة طوان بيشن بيشتي شهد أبدأ دي تخان دقينين أو بيشتي بيشت أزي سارا كلمة شهد دي إعدام كريني جیان خواه همی میخسته مترسیه او توی پوی کلمت خوی اف خدا نوی کلمه خدا نوی پیوید بجد والله بجد خود تعالی دو وعده خواه بجه ایند چد بجد بجد وکان حقا علینا نصر المؤمنین بس نگو ده نصر المسلمین مؤمنین هگه فعلا ام خدا نوی خواه ایمانه نه والله خود تعالی وعدهی همه بجهاتیه وعدهی بجهاتیه بس ام مؤمن بی نه بس مسلم همه جنسی دا آن وکی مگو تی هندک دی هندک تشتاکن کچاو از دی وی ختنی وی دقیقا بجم من نویدم بحثی کو بحثی هنده کسی که نوو بینی نه بس اگر هم ساکین فرعونی لعنت خود لی بگوتی کو از خود ما وقت مصبرم بر فرعونی رابی پانی مصبرم بر فرعونی فرعون ظالم های گوتی از خود ما او دی بجتی تو نه اوی بو خلکی دیار که کتنا نه اوی طبعا فکر کس نو بجه از خود ما همه شکل دی یعنی خرابیات کن وقت دلیل او دیات شوی کو فعلا دی عالم زانه و یعنی دراوت که تو خلق ناس که تو یه تاین امروی کو وقت زانی فرعون چبی بچی که چوابی خواه پیست که رو حتی دمایی که بس نویرن نویرن وقت مصاب هنده چوی کو دلیلت کو خود داینه خود داینه فرعون پوزیرت خواه نهاته فرعون قوات خواهش نهاته فرعون پا چه بجنه سیاسیت خواهش نهاته نمانه ویجنو که عقل من دوفتش تاین فرعون نسی وی گاوه اپریکا مرووت اوید بخواد چی کرین حاشا وی گاوه بجنید آینی یعنی وی ناوید که نکو بحث آینی حاشا تیکل اسلامی و آن غیری نه یعنی پوان ریکا علاسا دار آوید وکی پا خوده معجزه دار بیمار و اویجی او مرووه اینان او مرووه وید ساحر که وقت دارد بن مار پوان آهاته نب سیاسی آهاته وجا عینن نفسی مثلا افعادیت علمانی حزبیت علمانی وقت زانن یه خرابیات که زان بشلون ظلمه گندلیه و خلق بصرمان و حج بصرمانات که حج بصرمانات او جدی هنده که اینن على صد دپوی رکی بین افریقا کو مروی درس مروی بصرمان مروی دیف خودی چن دیف اسلامی چن دیف وانا این مروی نفس فرعونی فرعونی مروی سیاسی نه اینانه نه زانی خلق متأثر بن موسی و فعلا نبع معجزه او جی وان ساحره هاته ساحر فرکرین موسی اوش یعنی منافت انشاءالله فکر یعنی واضح که حزب اسلامی کیب کارتین مقابلی بسرمانا بله هم دید دمایی کنید چکی وقتی مب دمایی کاد بیوید کنو خیر و مفاجوی خلاکی وارگیت بد حتی خلاکا بید ببینیم خیر والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.